مرحبا. طقس ربيعي متقلب عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط بسبب منخفض جوي حامل معه امطار وتدني بدرجات الحراره ورياح قويه خصوصا بالمناطق الشماليه. الحراره معتدله على الساحل، الرطوبه عاليه، البحر مرتفع، الموج حراره 119 درجه، واليوم طقسنا غائم مع استقرار بدرجات الحراره. تساقط امطار متفرقه خلال النهار، تنحسر الامطار ليلا، ونسبه تساقط الامطار ببيروت من ايلول حتى اليوم 841، السنه الماضيه 630 والمعدل العام 850 ملم. بنبقى هلا بجوله على درجات الحراره اللي رح تسجل الليله على الساحل 14، على المرتفعات 9، بالبقاع 6 والارز 3، وجوله اخرى على درجات الحراره اللي رح تسجل ببعض المناطق اللبنانيه 17 برحبه مع هطول للامطار، 19 وادي الكرم وباب الرمل، حصرون 8 والعقوره 11، وبننتقل من بعدها الى تفاذبيان 8، بتمري 17 وشتورة 13، المختارة 13 ولبعة 20، عين عطا 14، دير الزهراني 16 والطيبة 16. الرطوبة بتتراوح بين 45 و 90%، حرارة سطح الماء 19 درجة، وسرعة الرياح بين 15 و 45 كيلومتر بالساعة، ريحها بتكون جنوبية غربية. كيف رح يكون الطقس اليوم واليومين اللي جايين؟ لليوم 14/20، الأحد 21، 2/16/22، وبيتحسن الطقس ابتداء من يوم الأحد وبيكمل على هالحال للأربعاء، حيث رح يكون في هطول للأمطار. نبقى هلا بجولة على درجات الحرارة اللي رح تكون ببعض العواصم على الشكل التالي: عمان 18 والقدس 17، دمشق 19، ومننتقل من بعدها إلى طرابلس 25 والرباط 24، وأخيرا نوصل إلى باريس حيث عم بتسجل 16 درجة. وهيدا كان كل شي. باي.